نهايات الدوال. لما تكون عندي دالة بهذه الطريقة مثلا وعند النقطة C على محور X، عشان نعرف قيمة الدالة عند C، قيمة عمود من C لنقطع الدالة، أشوف قيمة Y عند هذه النقطة ألاقيها مثلا بL. لو فرضنا أنه هذه الدالة مثلا F of X، صار نقول أنه قيمة الدالة F عند النقطة C، يعني عندما تكون X بC، حتساوي L حسب ما هو باين من التمثيل البياني. طب خلينا نجيب نهاية الدالة F of X عندما الـ X تقترب من C، يعني هنقرب من C من ناحية اليمين، هنقرب من C من ناحية اليسار، برضو هنلاقي نهاية الدالة تساوي L، قيمة الدالة هتقترب من L، يعني نهاية الدالة تساوي L. يعني شوف قيمة الدالة عند C بL، ونهاية الدالة لما X تقترب من C من ناحية اليمين وناحية اليسار هي L، نفس القيمة. يعني هذا الكلام يصير لو كانت الدالة متصلة عند النقطة C، معناته أن قيمة الدالة عند C حتساوي نهاية الدالة عند C. ليش؟ لأنها متصلة، ما في زي ما شفنا أول دائرة مفتوحة أو حفرة، بالتالي نهاية الدالة عند C لازم تساوي قيمة الدالة عند C. طيب، ونعرف أن دوال كثيرات الحدود متصلة على مجموعة الأعداد الحقيقية R، متصلة في كل مكان. يعني يصير لما أبغى أجيب نهاية دالة F of X، كانت F of X دالة كثيرة حدود، لو أبغى أجيب نهايتها عندما X تقترب من C أي نقطة C، هذه النهاية حتساوي قيمة الدالة نفسها عند C. يعني مجرد أخذ القيمة اللي بدي أخذ النهاية عندها، يعني السي، وأعوض بيها في الدالة. طبعا الكلام ده قلنا صحيح، ليش؟ لأنه الدالة متصلة. طب خلينا نشوف الدوالة النسبية اللي هي تكون على الصورة P of X على Q of X، بحيث أنه P of X هذه كثيرة حدود والQ of X برضو كثيرة حدود. طب أنا أبغى أجيب نهاية هذه الدالة عندما الX تقترب من نقطة معينة C مثلا. احنا شفنا لو نبغى نجيب نهاية البسط، يعني نقول limit P of X عندما الـ X تقترب من C على، ونجيب نهاية المقام، يعني نقول limit الدالة Q of X لما X تقترب من C. بس أنا عندي P of X دالة كثيرة حدود، صار عشان أجيب نهايتها أعوض عن الـ X بالـ C، يعني أجيب قيمة الدالة عند الـ C، يصير أخذ الـ C وأعوض بيها مكان الـ X، تصير النهاية هنا P of C، قيمة الدالة عند C. حتى في المقام بجيب نهاية دالة كثيرة حدود، تصير قيمتها حتساوي قيمة الدالة عند C، يعني أخذ الـ C وأعوضها مكان الـ X، يصير نهاية الدالة هنا حتكون Q of C. يعني لو تبغى تجيب نهاية دالة نسبية، يعني كثيرة حدود على كثيرة حدود، مجرد تأخذ السي تعوض بيها مكان الإكس. وهنا طبعا لازم تنتبه إنه المقام كيو أوف سي ما يساوي صفر. يعني نلخص، لو كانت عندك دالة كثيرة حدود عشان تجيب النهاية عند أي نقطة، مجرد تأخذ قيمة إكس عند هذه النقطة تعوض بيها في الدالة. قلنا ليش تقدر تسوي كده؟ لأن الدالة حتكون متصلة عند أي نقطة C. طيب والدوالة النسبية، يعني كثيرة حدود على كثيرة حدود وأبغى أجيب نهايتها، برضو مجرد أعوض عن الإكس بالسي وحتى في المقام، وانتبه أن المقام ما يساوي صفر. نأخذ مثال، هنا يقول لي أحسب كل نهاية مما يأتي باستعمال التعويض المباشر إذا كان ممكنا، وإلا فاذكر السبب. بعدين أعطاني هذه الدالة ويبغى نهايتها عندما X تقترب من سالب 1. طبعا شوف هذه الدالة عندي كثيرة حدود، كيف أعرف أن الدالة كثيرة حدود؟ خلينا نراجع، لازم تكون جميع القوى أو جميع الأسس أعداد صحيحة موجبة، يعني ما عندي أس بالسالب ولا عندي أس يكون كسر يعني جذر. لو كانت جميع الأسس صحيحة موجبة يصير عندي كثيرة حدود. طيب أبغى أجيب نهاية كثيرة حدود عندما X تقترب من سالب 1، لأنها كثيرة حدود يصير أعوض على طول
بإكس بسالب واحد، يعني أقول هذه النهاية حتساوي سالب ثلاثة، وبدل الإكس أحط سالب واحد أس أربعة، بعدها زائد خمسة، وبدل الإكس أحط سالب واحد أس ثلاثة، ناقص اثنين، بدل الإكس سالب واحد أس اثنين، بعدين بدل الإكس أحط سالب واحد زائد أربعة، وأجيب هذه القيمة، وهذا يساوي سالب ثلاثة، بعدين عندي سالب واحد مرفوع لأس زوجي اللي هو أربعة، صار الناتج بواحد، زائد عندي خمسة، هنا سالب واحد مرفوع لأس فردي، صار الناتج سالب واحد، بعدها سالب اثنين، لأن سالب واحد وأس زوجي صار واحد، بعدها هنا سالب في موجب بسالب واحد، بعدها زائد أربعة، واحسبها، سالب ثلاثة في واحد بسالب ثلاثة، خمسة في سالب واحد بسالب خمسة، سالب اثنين في واحد بسالب اثنين، بعدها سالب واحد زائد أربعة، هذا لو حسبته يطلع الناتج سالب سبعة. يصير هذه هي النهاية المطلوبة، سالب سبعة. طب نشوف اللي بعده. عندي دالة نسبية، بسط ومقام، والبسط كثيرة حدود والمقام كثيرة حدود. طبعا أنا عندي في الشرط إنه المقام ما يساوي صفر لما نعوض بقيمة الإكس. طب خلينا ناخذ المقام على جنب، إكس ناقص إكس تربيع، لو عوضنا بالثلاثة حيصير عندي ثلاثة ناقص تسعة اللي هي سالب ستة ما تساوي صفر، يصير أقدر أجيب النهاية بالتعويض المباشر على طول. يصير البسط نعوض بثلاثة، يصير عندي اثنين في ثلاثة أس ثلاثة ناقص ستة، والمقام حيكون بدل الإكس أحط ثلاثة ناقص ثلاثة أس اثنين، وهذا حيساوي أحسبها اثنين في ثلاثة أس ثلاثة اللي هي سبعة وعشرين ناقص ستة على ثلاثة ناقص ثلاثة أس اثنين اللي هي تسعة، وهذه حتساوي لو حسبت البسط حيكون ثمانية وأربعين والمقام سالب ستة، يعني الناتج حيكون سالب ثمانية، وهذه هي النهاية المطلوبة. طيب نشوف اللي بعدها، برضو عندي دالة نسبية بسط ومقام. طب أشوف المقام، شوف لو أخذته على جنب إكس ناقص واحد وعوضت فيه بإكس تساوي واحد، حيصير عندي واحد ناقص واحد اللي هي صفر، يعني المقام بصفر، يصير لا يمكن حلها بالتعويض المباشر. يصير هذه كيف نحلها؟ هذه ممكن نحلها بالتحليل أو بالرسم البياني، حنشوف كيف في الفيديو القادم، حنشوف كيف نجيب هذه النهاية، لكن بالتعويض المباشر ما ينفع. طب نشوف اللي بعده، يبغى نهاية هذه الدالة لو عندي جذر. طيب لو استخدمت خصائص النهايات هيصير عندي جذر ودخل النهاية تحت الجذر، يعني يصير عندي ليمت الدالة x زائد 5 عندما x تؤول إلى سالب 6، وهذه حتساوي تحت الجذر التربيعي عندي نهاية دالة كثيرة حدود، يصير أعوض على طول بدل الx سالب 6، بعدين عندي نهاية 5 اللي هي 5، وهذه يساوي تكون تحت الجذر التربيعي سالب 1، سالب 1 تحت الجذر التربيعي ما ينفع، يصير عدد غير حقيقي، يصير هذه النهاية لا يمكن حسابها بالتعويض المباشر. كله ممكن يكون في حل ثاني، بس انه بالتعويض المباشر ما تنفع. طب هذا السؤال برضو يقول لي احسب نهاية كل مما يأتي باستعمال التعويض المباشر اذا كان ممكنا وإلا فاذكر السبب. يبغى نهاية دالة كثيرة حدود. شوف هذه عندي كثيرة حدود، قلنا ليش؟ لان الاسس كلها صحيحة موجبة، ما عندي اسس بالسالب او اسس كسرية. طب كيف نجيب نهايتها عند أي نقطة؟ على طول نعوض بدل الإكس بقيمة سي اللي هي أربعة، هنا حيصير عندي أربعة أس ثلاثة ناقص ثلاثة في أربعة أس اثنين ناقص خمسة في أربعة زائد سبعة، هذه لو حسبتها حتطلع بثلاثة. نشوف اللي بعده، عندي كثيرة حدود على كثيرة حدود دالة نسبية يعني. طب خلينا أخذ المقام وأعوض فيه بسالب خمسة وأشوف، لو عوضت بسالب خمسة هنا حيصير عندي خمسة وعشرين زائد ثلاثة لا تساوي صفر، يصير أقدر أجيبها بالتعويض المباشر. يصير أعوض مكان الإكس بسالب خمسة فوق، يصير عندي سالب خمسة زائد واحد، وفي المقام يصير عندي سالب خمسة تربيع زائد ثلاثة، هذه حتساوي سالب خمسة زائد واحد بسالب أربعة على خمسة وعشرين زائد ثلاثة اللي هي ثمانية وعشرين،
أبسط يصير عندي سالب واحد على سبعة. طيب نجيب نهاية هذه الدالة، دالة نسبية بسط مقام، وأجيب نهايتها عندما إكس تقترب من اثنين. لو عوضنا في المقام باثنين حيطلع عندي المقام بصفر، شوف اثنين ناقص اثنين بصفر، لا يمكن إيجادها بالتعويض المباشر. ليها حل ثاني نقدر نجيبها بالتعويض، بس بالتعويض مباشر ما ينفع. شوف الدالة اللي بعدها، نبغى نهايتها عندما إكس تقترب من سالب ثمانية. شوف لو عوضنا مكان الإكس بالسالب ثمانية صار عندي سالب ثمانية زائد ستة اللي هي سالب اثنين. سالب اثنين تحت الجذر التربيعي ما ينفع يكون عندي عدد بالسالب، صار هذه لا يمكن حسابها بالتعويض المباشر.